الحرف السادس باللغة الإنجليزية هو حرف الـ F. 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 مثل كلمة flower. Flower يعني وردة. Flower. وكلمة fish. Fish يعني سمكة. Fish. Fish. Who's this? Who's this? يعني من هذا؟ Who's this? Who's this? من تريد تسأل صديقك على شخص آخر شو تقول له؟ Who's this? هاني. هاني. إيمان. إيمان. طريقة كتابة الأف تكتب بهذا الشكل. F. خط نحو الأسفل وخط نحو اليمين. F. 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 إذن الحرف السادس هو حرف الأف. F. F. مثل كلمة flower. Fish. Who's this? Who's this? من هذا؟ هاني. إيمان. Miss Zainab المحنة was talking. Thanks for watching.